عشرات الطائرات الإسرائيلية المقاتلة حلقت فوق البحر الأبيض المتوسط قبل عامين. لم يكن الهدف حينها مجرد ترهيب الإيرانيين، بل محاكاة حقيقية لضربة على المنشآت النووية الإيرانية. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن إسرائيل لم تخف هذه التدريبات بل نفذتها علناً باعتبارها تمريناً على التحليق لمسافات طويلة والتزود بالوقود جواً وضرب أهداف بعيدة. هدف آخر حاولت تل أبيب تحقيقه من هذه التدريبات بإرسال رسالة إلى إدارة بايدن بأن القوات الجوية الإسرائيلية قادرة على إجراء العملية بمفردها، رغم أن فرص النجاح ستكون أعلى بكثير إذا انضمت واشنطن بترسانتها من الصواريخ الخارقة للتحصينات. الرئيس بايدن حذر الإسرائيليين مؤخراً من ضرب المواقع النووية أو مواقع الطاقة، قائلاً إن أي رد يجب أن يكون متناسباً مع الهجوم الإيراني، لذا من المرجح أن تركز إسرائيل في ردها الأول على طهران على القواعد العسكرية وربما بعض مواقع الاستخبارات أو القيادة، ومن غير المرجح أن تهاجم المنشآت النووية.